هي يا جماعة نفس اللوحة اللي احنا اشتغلنا عليها، هنبدأ نمسحها بالجاز أو بالبنزين. في الدرس ده هنشرح ازاي اعمل صخور، ارسم الصخور او الصخور شكلها اللي هي لونها بني شبه الزلط مثلا. الصخور دي برضو ممكن نعملها في أرش مكان الطوب، يعني كطريقة من طرق برضو الرسم، وناس كتير بتسأل عليها. هي نفس طريقة القوالب اللي احنا رسمناها في الدرس اللي فات. هنبدأ نشرح دلوقتي ازاي اعمل او ارسم الحجارة، طريقة رسم الحجارة بالزجزاج او بالجليز بخامات الجليز. الفرشة بتاعتنا واللون البني، مفيش اي الوان تانية، هو اللون البني فقط لا غير. هبدأ بالفرشة الصغيرة وارسم اشكال حجارة عشوائية زي ما انت عايز، الحجر كبير حجر صغير انت اللي بتتحكم في الشكل. بس وانا برسم كل حجر لوحدي. مثلا رسمت حجر اهو، الحجر ده لوحدي عمل معايا فراغ بسيط في النص، ده اللي هو يعتبر ايه الاسمنت اللي في النص او مادة البناء نفسها، بسيبها فاضية زي ما هي كده. بعمل كل حجر مرصوص لوحدي. حجر اي شكل انت عايزه تعمله، حجرة كبيرة حجرة صغيرة زي ما انت عايز. بعد ما برسم الحجارة انا ممكن ارسمها الاول مثلا بقلم رصاص وابدأ اشتغل، وممكن ارسمها بالفرشة على طول زي ما انا ما بشتغل كده. لو حسيت ان انت مش هتقدر تجيبها بالفرشة على طول وممكن تغلط، اشتغل بقلم رصاص في الاول، وبعد كده اشتغل بالفرشة. نعمل حجر صغير هنا مثلا، حجر كبير تقريبا. يعني بعد ما خلصنا رسم الحجارة بالفرشة قلنا هنشتغل برضو بنفس الطريقة. لو فرضنا ان الضوء جاي من الجزء ده يبقى خلي الجزء ده فاتح زي ما هو، والجزء ده هو اللي غامق معايا وهتقل فيه اللون اللي هو شمال شمال تحت. بصوا يا جماعة كل حجر برسم فيه بعمل فيه بدي شوية زجزاج كده بالفرشة شمال تحت، كأني بعمل ظل لأي حاجة شمال تحت جوه الحجر، مطلعش بره الحجر. شمال وتحت. جوه الحجر ابدأ احط كمية زجزاج اخلي كمية الزجزاج بتاعتي على الحواف تقيلة، وابدأ اسيح لبره شوية. شغلي كله بلون واحد وخامة واحدة، وتقدر تشكل منها اشكال كتيرة جدا وتعمل منها حاجات كتيرة جدا زي ما انت عايز. قلنا ان هي زجزاج ولون وسن الجاز، او في حاجة اسمها ترابنتين، حاجة يعني هي شبه الجاز بالظبط، بتخلي الزجزاج او البليز ما ينشفش بسرعة. لو حطيت نفط او حطيت بنزين هينشف معايا الزجزاج بسرعة، هيخليني مش عارف اعدي فيه تسيح كويس. اما الجاز هيخلينا نبدأ في التسريح كويس، رغم ان هو بياخد وقت كتير في النشفان بعد كده، الا ان هو بيدي نتيجة احسن. بص كده يا جماعة هبدأ اسيح اللون، هاخد من البن الغامق على
من تحت واشتغل على اسحب على النص وخلي خفيف جدا من فوق، يعني بعكس الايه اللي هو الشمال تحت اليمين فوق، حاول اخلي فيه نسبة بياض كده بالفرشة وبدق عادي ضربات عادية خالص اسحب بيها اللون لفوق، هيبدأ يظهر معايا ان الحجر مجسم زي ما احنا شايفين كده. انا بشتغل بسرعة مش عشان اللون بينشف بسرعة، لأ اتعودت ان انا اشتغل بسرعة او اشغل ايدي بسرعة عشان الوحدة المواد من تحت واشتغل على اسحب على النص وخليه خفيف جدا من فوق، يعني بعكس الايه اللي هو الشمال تحت اليمين فوق، حاول اخلي فيه نسبة بياض كده بالفرشة وبدق عادي ضربات عادية خالص اسحب بيها اللون لفوق، هيبدأ يظهر معايا ان الحجر مجسم زي ما احنا شايفين كده. انا بشتغل بسرعة مش عشان اللون بينشف بسرعة، لأ اتعودت ان انا اشتغل بسرعة او اشغل ايدي بسرعة عشان الواحد برضو ينجز في الشغل. هي في الاول كتفك هيوجعك شوية بس بعد كده هيبدأ يتعود على كده، هتلاقي ايدك شغالة سريعة احسن ما تشتغل ببطء. لو انت عايز تشتغل ببطء عشان تدي نعومة كويسة جدا في شكل الحجر، الا ان انت لما بتعمل مساحه كبيره ما بيظهرش فيها اذا كان ناعم او فيها بعض الرطوش، انت بتحاول توزع او نفس اللون اللي انا كنت شغال بيه البني، هزود عليه شوية اسود زي ما احنا شايفين كده واقلب، هو معايا سائل اهو، ابدأ احدد اللون الاسود املى الفراغات اللي ما بين الحجارة. بصوا يا جماعة وانا بحدد بحاول ان انا اخلي الحجر، يعني احدد كل حجر لوحدي، المسافة اللي هتيجي في النص اقوم قافلها باللون الاسود، ممكن اعملها بلون رصاصي. بصوا انا بمشي بحدد حجر حجر واحد واحد بحيث ان انا لو الخطوط البنية اللي انا عملتها في الاول ما تبانش عشان ما تبوظش الشكل بتاعي. هبدأ اقفل الفراغات زي ما احنا شايفين كده، بص بحدد الحجر لوحدي كل حجر لوحدي بحيث ان يبان معايا ان ده حجر مرصوص وفي ما بينه وما بين الحجر الثاني شوية اسمنت مثلا او مادة البناء نفسها اللي انا شغال بيها. والزجزاج ده يا جماعة برضو بياخد وقت طويل شوية في النشفان، إلا إن هو بيدي معاك نتيجة كويسة جدا في تسييح الألوان وفي عمل ديكورات جميلة جدا، وأكيد أنتوا اللي مجربش هيجرب هيلاقي حاجة كويسة جدا. وبشتغل بيه على فكرة في المناظر لما أكون هعمل شغل معين عايز هياخد مني وقت طويل في الرسم، فبشتغل بالزجزاج عشان بيخلي البوهية معايا عمرها طويل انما تنشفش معايا بسرعة،
خصوصا ان الكهرباء بيشد بسرعه جدا، وفي نفس الوقت ما يخليهاش تسيل. يعني لو حطيت زجزاج مثلا، لو حبيت اخف البوهية بزجزاج ما يخليش اللون معايا سيل، تبقى تقيله كده لها قوام. كل دي يا جماعه خامات زجزاج، ما حطيتش اي خامات تانية خارجيه، هي خامه واحده بس اشتغلت عليها. هبدأ اقفل الفراغات، احدد الحجارة واحدة واحدة كده وبراحتي عشان ما بوظش الشغل اللي انا عملته، لان اللون الاسود لو دخل معايا على القالب وحبيت اسيح تاني هيدي غمقان جامد في القالب، لان الاسود ده تقيل جدا يبوظ معاك الشكل على طول. لو انا بشتغل في الاسود دوت اللون الاسود احاول اخلي ايدي يعني ايه اضبط ايدي على قد ما اقدر، ولو في فراغ كبير وحسيت ان هو فراغ كبير ممكن اعمل فيه كأن في حجر صغير برضو معايا، مش شرط ان انا اقفلها كلها اسود. يعني وبكده نبقى خلصنا الدرس، واشوفكم على خير في درس تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.